أرماك جات، شو بدي أعمل؟ رح يغمى علي. اصبري شوي هلأ بيجي. نحنا مين عم نستنى؟ أخوك. آه طيب، يا ترى أنت في عندك فكرة وين كان ليلة مبارح؟ لأنه أنا حكيت مع يلي بالفندق، هو ما كان بالفندق، راح لعند هازال. صباح الخير، لا تواخذوني على التأخير. صباح الخير ابني. كنت بدي أخذ رأيكم بموضوع بخصوص العرس، بلبس هاي البدلة ولا بلبس شي تاني؟ ها؟ ما عندي كتير وقت، في كتير خيارات، بس شو رأيكم انتو؟ شو رأيكم؟ هالبدلة ولا غيرها؟ ابني لسه في وقت للعرس، لسه مو بكير على موضوع تياب؟ انت غلطانة يا امي، انا رح اتزوج هازال هاي الليلة وانت رح تكوني ضيفة الشرف. ايه شو رأيكم؟ هاي البدلة مناسبة؟ برأيي هاي البدلة مناسبة، لأنه بالنهاية رح تكون عريس وكتير بتلبق لك. برأيي انت مو مبكر شوي؟ وزواجكن هيك كان؟ ها؟ أول مرة بشوفك كنت بفستان العرس. طيب أخي، مو المفروض نحكي بالموضوع؟ هي عم نحكي أساساً، عم أسألكن عن رأيكن، البس هاي البدلة ولا غيرها؟ ابني. أمي لو سمحتي بكفي بقى، أنا أخذت قراري، الموضوع تسكر، لسه عندي كتير أمور بدي ساويها. لا تواخذوني، إجاني ضيف، رح روح شوفه. لسه لهلا ما خبرتوني، هاي البدلة مناسبة؟ بس أنا أخذت قراري، البدلة هاي مو مناسبة كتير أمي، ما هيك؟ أنا العريس وأنا بقرر. اجوا من المطعم مشان الأكل، خبري الحراس يفوتوهن، وخبري الكل يجهزوا الأمور لنساوي كتب الكتاب بالجنين. ماشي يا بيك. كتب كتاب؟ اليوم يعني؟ إذا ما صار شي مشكلة. إيه، وإمتى كنت ناوي تخبرنا بهالشي؟ وهي عرفتي هلأ. شوفي ليش جاي لهون أنت؟ أنت اللي خليتهم يحرقوا القارب؟ رح أسألك مرة تانية، أنت خليتهم يحرقوا قارب كنان؟ جيتي لهون بس لتسأليني هالسؤال؟ أنت جنيت؟ رح تتزوج هزال، شو بدك أكتر من هيك؟ لسا شكور ربك إنه كنان طلع عايش من القارب. صدقني لو صار شي لكنان، ساعتك انت رح تخسر هازال للأبد، وأنا اجيت بس لخبرك هالشي. هازال وافقت تتزوجك بس مشان تحمي كنان، يعني عم تحمي حالها مشان كنان ما يصير قاتل. بس إذا انت قتلته لكنان، ما بيضل عند هازال حدا تحميه، ساعتها بتكون فتحت لها البواب. وكون متأكد انه وقتها رح تروح وما عاد ترجع، وما حتبقى ولا حتى ثانية.